كلنا في حين نتعدى قدامنا فرص والرياكسيون بتاعنا ولا رد الفعل بتاعنا قدام الفرصه تجي تختلف من عبد العبد. فما عبد اللي يقعد يخمم يقول شنو باش نعمل بها وبلاش يشوفوا مني حاجات اخرى ويقعد يخمم ما حدش يتعدى قدام الفرصه هذيك وكذا. وفما شكون كي فارس نجم ساعه قد ايه نحب 5000 وما عدى يخمم خير الفرصه ما فلتهاش ما خليش عبد واحد يخلي فوق كامل الفرص يجوا علينا احنا كل فما شكون ما تجيش فرصه. اما الفرص يختلفوا من عبد العبد انت والهدف اللي حاطته في حياتك. نتصور كلنا اللي عندنا هدف والا اكثر واللي ما عندوش هدف راهو مشكله كبيره بالنسبه لي. اما اذا كان عندك هدف والا اكثر باش تجيك فرص باش تعمل باش تاخذ الهدف نتاعك. والمهم في الحكايه هذايا انك تفيق ساقبل كل شيء بالاوبورتونيتي اللي جاتك بالفرصه اللي جاتك اللي تخلطك بالاوبجيكتيف نتاعك. والثاني انه تكون محضر روحك باش تعرف قدامك وتيجي عليها وتخطفها. يلزمك تكون قادر انك تخطفها. يلزمك تكون قادر انك تستغلها من بعد. مش تكون في رؤية الفرصة. وهذا عشان باش نحكي اليوم. مش برشا وقت لما باش نحكي على رؤية الفرصة كيفاش هذا؟ لا فيزيون. باش نحبكم تخيلوا معايا سيتواسيون اللي كلنا عشناها كي تبداو مروحين مع 5 ولا 6 تاع العشية في الكهرباء ولا في الكار سيركيلاسيون ولومبوتياج. كنا عشنا هذه السيتواسيون هذه، يعجبني الاكزومبل هذا خاطر تري سيغنيفيكاتيف. قولوا لي شنو تقولوا وقتها شنو تحسوا؟ تفضل. الناس الكل راهو حتى توا. تعرف كينيا شنو هي الكهرباء؟ كل الكهرباء اللي بجنبك الكهرباء اللي قدامك وعارفك اللي مزيمة توا في الخدمة. اكزاكتومون اكزاكتومون هذا هو الناس اللي تقول هذا اللي بجنبي هذا واللي قدامي هذا تبدا تشوف في عارفك ما نقولش 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 تبدا تشوف في عارفك اللي مزيمة تبدا تشوف في ما نعرفش انا القضيه اللي تمشي تقضيها وقتها تبدا تشوف في ايش اللي تضيق ما ينفعش باش الكهرباء وحتى الكونسيبتور تاع الكهرباء اللي عمل شويه راح تشكير باش تخليك تمنع سيركيلاسيون كلهم مسؤولين وتخلط الكهرباء اللي جنبك تبدا من هذيك كان يختفي من البلاصه اللي هو فيها خاطر كان يمنعها هو انت تنجم تخلط المشكله هو مش انت وتنسى اللي راهو بالنسبه لي هو المشكله انت مش هو والسيد اللي وراكم بالنسبه لي وانتم زوز المشكله. لهنا في موقف كيما هكا يختلف هذا الفعل نتاع العباد. فما عبد اللي راها سيتويسيون هذيك كوم ان بروبليم. ويقعد يندم ويشكي ويبكي وانا عندنا مشكله. فما شكون يراها مشكله اما يفوت يخدم تحدي شخصي اللي هو كيفاش باش نجم نعمل على توم السيتويسيون هذا؟ لازم نوقف الكرهبه ونقعد نقرا كتاب حتى نشد هذا السيتويسيون ولا نحاول نبدل الاثنين نتاعي ولا نحاول كيفاش نعمل نلقى حل باش انا نحل مشكلتي انا ما لقيتش مشكله لقيتها تحدي. وفما شكون شنو يراه؟ شنو يراه؟ لا انا قلنا مشكل مش قال لي دابا يراها فرصه هذيك صح عندك خط اخر يراها فرصه يراها فرصه شو عندها فرصه معناتها باش يحل المشكله مش اللي هو بركه وما باش يحلها العباد هذوكم الكل اللي يحاولوا. وهنا تجي توت لا ديفيرونس لهنا الاختلاف الكل يجي انا كيفاش راها السيتويسيون هذيك الموقف هذاك كيفاش راها سؤال راه مشكله نقعد نبكي ونشكي باش نعاود لكم ولا راه تحدي شخصي ونحاول اني نجاوبه هي انا بركه فما شويه انانيه في الحكايه والا راه لي فرصه ليا انا باش نصلح وضعي باش نصلحها ليا انا باش نصلحها اللي حولي عايلتي اصحابي باش نصلحها اللي يخدموا معايا لبليتي باش نصلحها لبليتي. ومن هنا اذا كان صلحتها الحكايه هذيك بالطبيعه اذا كانت عاونت اي انسان في الانتوراج نتاعك ما تنجم تكون مش اوبورتونيتي برك باش تحل المشكله هذيك برك باش تكون تنجم تكون اوبورتونيتي باش تبني عليها توتا بيزنس وراها تنجم تولي افير تولي تنجم تحل شركه من وراها. ايام الصباح حكيت قالت بعد الثوره سيرتو ولات عندنا كل الاختيارات اني نمشي احزاب والا نمشي للجمعيات. اي عندها حق سيرتو بور لي جون اما لا نحب نوسعوا اكثر انا الافكار نتاعنا. ما فماش كان جمعيات ولا احزاب برك فما شركات وفماش كان احزاب وجمعيات وشركات برك فما برشا حاجات اخرين. ما يلزمش يخلوني يقولوا لنا راهو فما هو عندك شوما اكس ولا ايكغيك ولا زي بي تمشي فيه. لا باش نخلق انا شوما تي باش نخلق شوما دوبل في باش نخلق شوما اللي نحب عليها ونمشي فيه كيما نحب انا نوصل اللي نحب عليها. ما نخليوش روحنا هكا نخمو في بوكس في صندوق مفكر نحاول نخرج في سوليسيون اللي ما بدات ما خموش فيهم هما قبلنا. هما خموا فيه اكس وايكغيك وزيت انا باش نجيب حاجه اخرى. حكينا زاد برشا مرات سي هذه حكايه وعاودناها برشا مرات من بعد. اي سي فري راهو عندنا مشكله في تونس يلزمنا نتعرفوا بها. اول خطوه باش نصلحوا المشكله انا نتعرفوا بها. اللي عاش برا فيكم ولا شاف يحس فما فرق
ما بين فرق كبير ما بين الكولتور نتاعنا هنا والكولتور نتاع ماشي الاوروبيان ولا الامريكان. هما غادي يشوفوا الفيش اللي عاونوه في دستور غادي يولي ناجح. نحن مالوريزمون فما برشا في بلادنا يشوفوا الناجح اللي هو قاعد يحب يقدم ولا الناجم اللي يقدم ويقعد يدوسوه حتى شي يولي فاشل. اي سيفري سيفري، اما ما ننساوش هذا حاجه اخرى، نحن قاعده تصلح الحكايه. وباش قاعده تتصلح؟ قاعده تصلح بالتليفون نتاعنا نحن الكل. معناتها حتى كي نشوفوا الدول الاخرى اللي قاعدين نحكيو عليهم وناخذوا فيهم كمان بون اكزومبل يا اخي من الاول بداوا هكاك هما بشويه بشويه خلطوا. كان اخو مايكل جوردن، مايكل جوردن من الاول طردوه قالوا له ما تصلحش الباسكيت بعد ولا اسطوره من الباسكيت. كان اخو اديسون طردوه من المكتب قالوا له ما تصلحش باش تخدم. بعض الدقائق هذوما كل ماهمش في بلادنا نحن، لا في تونس لا في الدول العربيه لا في الدول الاسلاميه. هذوما عباد عاشوا في الدول نحن توا ناخذوا فيهم اكزومبل. معناتها باش يجينا نهار حتى نحن باش نوليو ناخذوا سيتويسيون وضعيه اللي اي الفيش باش نشدوه ونعاونوه ونوقفوه على صحيح حتى نولي حتى هو ناجح على الاخر. اما زاد فما حاجه اخرى نحبكم تقولوا لي. قلنا نحن المشكله نجم وراها مشكله، كيما نجم وراها تحدي، كيما وراها نجم وراها فرصه. إذا كان النجاح يولي ساهل بالطريقة هذه وتولي ظروف الكل متوفرة وكل شيء عندك يعاون فيه فما تقول دز فيه من بوك للأستاذك للجامعة للوزارة للدولة اللي تحب تجي كلهم يعاونوا فيه، سيكو باش يولي نجاح ساهل ما عادش عنده طعم من بعد. توا عنده بنا، توا عنده بنا، توا لازمكم توريو البوتنسيال اللي عندكم، توريو الإمكانيات اللي عندكم، توريو شنو تنجموا تعملوا باش تحداو المشاكل اللي عندنا هذه الكل، باش توريو باش تاخذ وقتها تحس تستمتع بها تفرح بها الحكاية هذه. سفري عنا بيزوبسايكل، سفري عنا برشا تحديات. انا جوست باش نذكركم اكزومبل صغير، تعرفوهم لي 30 غلوريوز 30 سنه المجيده تسميهم شكون يعرفها يا زيد؟ تخي بيان، شنو هاي 30 غلوريوز هذوما؟ هذي اللي بداو من عام 45 حتى تحكي 72 حاجه هكا. وشكون اللي سماهم 30 غلوريوز؟ هما لي زونتربرونور لي اندستريال. علاش؟ على خاطر عام 45 اوروبا مازالت خارج من الحرب العالميه الثانيه. حرب عالمية ثانية دقت أوروبا ما حقتها ما حق. عباد آخرين اللي راهو المشكلة مشكلة، شغل يشكيو يبكيو يبكوا بلادنا مشات وماريس مشات وبرلين مشات وما عرفش شنو مشات ويقعدوا. عباد آخرين راهو هذا فرصة. علاش فرصة؟ على خاطر أوروبا مدققة وهم عندهم الفلوس وشاي ثورة صناعية صارت قبل دونك عندهم الإمكانيات العلمية وعندهم كيفاش يصنعوا. دونك اللي يصنع يجور يبيع يجور، اللي يصنع كرسي يبيع كرسي، يصنع فريجيدير يبيع فريجيدير. يسوفي دو برودوير. بوغ كوميرسياليزي، بالنسبة لهم كانت شغلة فيها بيكاش، العباد الكل مستحقة كل شيء، حتى حد ما عنده حاجة. سيتويسيون اللي ما فماش سيتويسيون كاتاستروفيك على شكل يمكن البشرية أكثر من سيتويسيون هذيك، هما راهوها فرصة، راهوها جنة كريمون. ما فماش حاجة تنجم تكون خير من هكاكا بالنسبة لهم، أعطيني كيفاش نصنع بركة وراني باش نبيع. نحن اليوم أي عندنا برشا مشاكل، عندنا مشاكل في السياحة، عندنا مشاكل في الصناعة، عندنا مشاكل في التجارة، عندنا مشاكل في الاقتصاد، وعندنا مشاكل أكثر حاجة في التعليم. تعليم العادي مازال عندنا برشا حاجات لازمها تصير. نجمو نراهم مشاكل نقعدو نبكيو، نجمو نراهم تحديات لينا نحنا بركه، كل واحد فينا يحاول كيفاش يقرر روحو ويمشي يكمل يعمل فورماسيون كومبليمون، كيما نجم زاد نحنا نخمو كيفاش نصلحوها السيتواسيون هذيك، وهنا وين تولي اوبورتينيتي، وهنا وين تولي فرصه، وهنا وين تولي عندنا امكانيه باش نغيرو العالم هذا الكل. باش نكمل جوست بكلمه بركه وينستون تشرشل تعرفوه الكل، نورمالمون تعرفوه تشرشل شوفوا يقول الاوبتيميست سيد المتفائل. يرى في المشكلة فرصة والمتشائم يرى الفرصة كلها مشاكل. تجي فرصة باش تحل شركة ولا باش تمشي شركة في جماعة، تجي توا حالك أنا باش نخطب من هذا حد سريع ولا باش نخطب نمشي العشية وباش نعرض في الكار ونعم ونقلع واللي سي فرج ونو أصفر مخيب وإذا خرجت في ديفويت ما أنزل الله بها من سلطان. سريع ومتأكد إذا فما بين قريدة ما تكلمش مش ما قريش كلنا قرينا وكلنا عشنا البلود هذايا دونك قلناه الكلام هذايا الكل. نص الكيس اللي يحكي عليه تشرشل هذا فما كيس معبي شطرو ماء معبي شطرو فارغ المتشائم اللي راه شطر فارغ ويقعد يبكي المتفائل اللي راه شطر معبي ويفرح والواقعي يغفر للزوز يقول عندي بارتي فارغه وعندي بارتي معبي ديما ديما يحكيو لنا الحكايه هذه قلنا فما توكا ثلاث امكانيات ياك واقعي ياك متفائل ياك متشائم الواقعي احسن واحد المتفائل يجي بعده بشوي والمتشائم هما اخر واحد فما واحد خير منهم الكل ثم واحد منهم يقول اللي يخسر الكيس الفارغ البارتي الفارغه ويقول عندي غادي كما نعمل عندي غادي كما نخدم. هذا طموح متحدي ونتمنى ان كلنا نكونوا متحدين. يعطيكم الصحه.